نذر بأن يفجر ذلك المنطقة بأسرها، بالإضافة إلى ما يشكله ذلك من انتهاكات صارخة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية. سوف تكون هذه وقفتنا القادمة، وسوف يكون كذلك بصحبتنا، نشرف بصحبته في هذه الحلقة من شؤون عربية، السيد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. نلقاكم بعد الفاصل. ده مؤامرة على مصر أساسا لتقليل السلطة المياه، وبالتالي قلة الزراعات، وبالتالي قلة الصراعات. مصر قادرة على أن تحمي حقوقها التاريخية. القوة دي موجودة لآخر موقف، لما تحب تأمن الأمن القومي البلد. لكن في حوار، في نقاش، في مصالح لابد إن احنا نراعيها مع بعضنا البعض. كثير من التحفظات حول تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي ترقى إلى مخاوف حقيقية بتفجير المنطقة بأسرها، على حد قول كثير من المتابعين العرب وكذلك الفلسطينيون والأردنيون المتضررون بشدة من مخاوف من أن يمضى قدما بهذا الطرح لنقل السيادة على الأقصى من السيادة الهاشمية إلى إسرائيل، بكل ما يحمله ذلك من انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، بكل ما يحمله كذلك مما أشير إليه من أن هناك انقسام حقيقي داخل الكنيسة الإسرائيلي حول هذا الطرح، وأن موجة الاستياء الغاضبة التي أثيرت على خلفيته كذلك قد تقتله في مهده، ولكنه أيضا يطرح الكثير من النذر لما يمكن أن يشكله على الهوية الفلسطينية بالنظر إلى السياسات الانتهاكية الاستيطانية كذلك المستمرة من الجانب الإسرائيلي. نوجه تحية لضيفي في هذه الوقفة الحوارية، السيد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بحضرتك سيد عزام، سعداء بوجودك وتشريفك لنا في هذه الحلقة. أهلاني، أهلا بك. يعني ربما هناك كثير من المحاور وثيقة الصلة، ولكن يعني لنبدأ بما أثمر عنه لقاءكم اليوم بوزير الخارجية سيد نبيل فهمي، والموقف المصري تجاه ما جرى من تصعيد في الأيام الأخيرة من الجانب الإسرائيلي. يعني اللقاء يأتي في إطار سياسة التنسيق الدائمة بين القيادتين الفلسطينية والمصرية. كان يهمني أن ننقل لسيد نبيل فهمي وزير الخارجية وللقيادة المصرية عموما آخر ما تم في الاتصالات التي جرت بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي حول الجهود التي يقوم بها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في يعني تنشيط عملية السلام وإعادة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، وخاصة ركزنا على اللقاء الأخير الذي جرى بين الرئيس أبو مازن مع السيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، والذي تم في باريس الأسبوع
الماضي. هذا الأسبوع الذي هذا اللقاء الذي اتسم مع السيد كيري بالتوتر الشديد نتيجة أن ما طرحه السيد كيري من أفكار على الرئيس أبو مازن لم يأتي بجديد، إلا أنها انحياز أكثر لوجهة النظر الإسرائيلية، وهذا ما رفضه الرئيس أبو مازن في باريس وما كنا نرفضه مرارا وتكرارا طيلة السبع أشهر الماضية التي عرض فيها السيد كيري أفكاره. وطبعا هذه الأفكار تدور كلها حول اتفاقية الإطار المقترحة للمفاوضات، والتي تشمل قضية حل الدولتين، يهودية الدولة التي تبنتها أمريكا انسجاما مع ما طرحته إسرائيل، قضية عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية حيث نتمسك بذلك ولا رجعة عن ذلك بالنسبة للجانب الفلسطيني للأسف، أيضا قضية اللاجئين وقرار 194، قضية الطرف الثالث، وبقية القضايا الأخرى المتعلقة بقضايا الحل النهائي، حيث كل ما طرحه كيري أقرب إلى الجانب الإسرائيلي، وهذا ما رفضناه. وفي ضوء ما تم من توتر في باريس تم توجيه الدعوة للرئيس أبو مازن من الرئيس أوباما على عجل التوجه إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس أبو مازن مع الرئيس أوباما يوم 17 الشهر الجاري، أي بعد أسبوعين تقريبا. نأمل أن يتمكن الرئيس أوباما من إنقاذ الوضع قبل انسداد كامل لجهود كيري وطي صفحتها نهائيا، لأن ما يطرحه لا يمكن أن نقبل به، ولا يمكن أن نقبل به أو نتحفظ نسجل تحفظاتنا. ليس هناك مجال أمام ما طرح علينا إلا الرفض، وما جرى الرفض البدائي في البدايات الأشهر الماضية كانت من جانب إسرائيل أكثر حدة. ولكن هل تعولون على الموقف الأمريكي، خاصة أنه لا يعني يمنح دولة دائمة يعني أو حلا دائما بالنسبة لفلسطين؟ أولا الآن مرحلة البحث عن حل دائم، لا نقبل بالحلول المرحلية. ثانيا، إذا ما عادت الإدارة الأمريكية طريقة عملها والتزمت بما هي طرحته في خارطة الطريق وبقرارات الشرعية الدولية يمكن إنقاذ الوضع. أما ما طرح من أفكار حتى الولايات المتحدة تخلت عن ما طرحته هي، هذا لا يمكن أن نقبل به. ونحن نعتقد ربما ما طرحه الرئيس أوباما في جامعة القاهرة في بداية ولايته الأولى إذا ما عاد له، وأنا أعتقد أخلاقيا يجب أن يعود له، يجب أن تعود الولايات المتحدة إلى خارطة الطريق والالتزام بقرارات الشرعية، يمكن أن نعول أما عليهم، ولكن بهذه الطريقة أنا رأيي الطريقة التي اتبعت لا تدل على نزاهة في الدور الأمريكي. تأكيد هناك كثير من الملفات المهمة، كما أسلفتم قضية اللاجئين، قضية الأسرى، قضية الهوية الفلسطينية، ولنبدأ بالهوية الفلسطينية وما أثير مؤخرا من بحث الكنيست الإسرائيلي لمسألة نقل السيادة على الأقصى من الأردن إلى إسرائيل. يعني في حال تم إقرار مثل هذه المسألة، يعني خاصة وأن هناك حديث بأن الكنيست سوف يبادر بإلغائها بعد ما أثير من انتقادات لاذعة سواء من الجانب الفلسطيني أو تصعيد كذلك من الأردن، مسألة طرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب السفير الأردني في إسرائيل وما إلى ذلك. لكن كدولة فلسطين، كسلطة فلسطينية، يعني ما الذي تنتوي القيام به؟ كيف يمكن استثمار مكتسبين كعضوية فلسطين في اليونسكو؟ هذا واحد. اثنان، صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة. هل يمكن أن يحدث ذلك حراكا على صعيد التحرك ضد إسرائيل لوقف هذه الممارسات؟ شوفي، أولا الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة تتم باتفاق مع الجانب الفلسطيني، وبسبب الخصوصية الأردنية التاريخية على القدس وإدارتها منذ العشرينيات، وأيضا
بسبب أن هناك اتفاق سلام بين إسرائيل والأردن، ورفضت إسرائيل أن نتولى كفلسطينيين. نحن اتفقنا مع الأردن على استمرار الإشراف على المقدسات ورعايتها، لكن لا يوجد سيادة أردنية بالمناسبة حتى الآن حتى على الأماكن المقدسة. الجيش الإسرائيلي يصول ويجول داخل ساحات المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. إذن إسرائيل كانت هي الطرف المتسيد بالفعل بصرف النظر. إذن ما الذي تجنيه إسرائيل من هذا التحرك؟ إسرائيل من وجهة نظرك عندما يعني المعركة التي فجرتها الآن هي امتداد للتفكير الإسرائيلي والخرافة الإسرائيلية والوهم الإسرائيلي واليهودي أن الهيكل هو مبني موجود تحت المسجد الأقصى، وهذا طبعا خرافات لا أساس لها، لا تاريخية ولا غير ذلك. ولكن لنتذكر عام 69 كيف تعرض المسجد الأقصى للحرق، ونتذكر كيف أن الحفريات التي تقوم بها إسرائيل منذ سنوات طويلة لإثبات أن الهيكل موجود والاعتداءات. الفلسطينيين لم نتوقف يوما عن الصراع المباشر والتصدي للقوات الإسرائيلية في داخل المسجد. لم تنجح اليونسكو ولو بعض الشيء في تقنين هذه الحفريات على ذكر الحفريات؟ لا، لم تحاول حتى، والقضية أكبر من اليونسكو أنا بتقديري، وهذه تهم الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية وتهم العالم الإسلامي بكامله، وبالتالي تهم العالم بأجمع. وقضية القدس صراع متواصل منذ عشرات السنين. نحن لا نمتلك إلا أن نجابه الإسرائيليين بما نستطيع، ولنتذكر أن انتفاضة الأقصى الأخيرة التي استمرت منذ عام 2001 تقريبا أو 2000 بداياتها حتى عام 2005، وعلى أكثر من صعيد يعني ليس فقط ميدانيا، ميدانيا على الأرض مجابهات، وسقط آلاف الشهداء نتيجة قيام شارون تحت حماية 3000 جندي إسرائيلي في ظل حكومة حزب العمل، في ظل رئاسة حكومة باراك إلى المسجد الأقصى، ودارت معارك كانت هي بداية الصدام الإسرائيلي الفلسطيني دفاعا عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية. وسنبقى ندافع بكل ما أوتينا من قوة، ومهما كانت إمكانياتنا محدودة لن نسمح لإسرائيل أن تفرض أي تقسيم للمسجد الأقصى. هي انتهاكات.